النهارده كان في خبر غريب بقى ولكن على مستوى تقني، انه شركة ابل بتدرس انها تورث الموبايل. ولما بقول تورث الموبايل مش يعني الجهاز، حضرتك الجهاز الابل بتاعك ده عليه حياتك، عليه صورك، عليه ارقام حساباتك، عليه تواريخ مهمة، عليه الاي كلاود بتاعتك، كل معلوماتك. وبيحصل وحصل فعلا انه في ناس بتموت فجأة والموبايل عليه حياة الأسرة، يعني في أسر اتشردت مش في العالم كله لانه محدش عارف يفتح الموبايل. الموبايل عليه معلومات مهمة جدا، عايزين نجيب مثلا رقم الخزنة اللي في البيت موجود على الموبايل. كان دايما الرب العائلة يقول لهم ايه؟ أنا شايل الباسورد على الموبايل. طب ايه هو؟ لما هو على الموبايل. أرقام حسابات على الموبايل. مستندات مهمة، مستندات ملكية، يعني رجل يملك عقارات، يملك أشياء يمكن العيلة ما كانتش تعرف عنها حاجة. طيب ما هو مهم إن أنا أبص، لما أبص أشوف الملكيات ديت وأقدر إن أنا أتابعها بعد وفاة هذا الرجل أو هذه المرأة. النهاردة أبل قررت إنها هتعمل حاجة في السيتنج، إن أنت تقرر مين وريثك، يعني مين اللي ليه الحق بعد ما عمر طويل تموت. هو ده أبل تديله الباسورد، تقول له أنا هفتح لك بقى ده، لأنه صاحب الموبايل حط حاجة على السيتنج. طبعا يعني دي فيها آراء، يعني الأستاذ دلشاد عثمان رئيس تحرير مجلة إكس فار التقنية من واشنطن، أهلا بيك يا فندم. مساء الخير. إيه الحكاية في الموضوع ده؟ إيه أبعاده؟ مساء الخير مرة تانية. طبعا مثل ما ذكرت أنت ببداية تقريرك، حياتنا اليوم تحولت إلى الأجهزة التقنية، إثبات ملكيتنا للمحفظات الخاصة بالبيتكوين موجودة على موبايلاتنا، أدلة ملكية أمور أخرى، وثائق إلى آخره. حياتنا تحولت إلى الرقمنة، فهي الرقمنة جعلت من موبايلاتنا أن تكون المحطة الأولى لتخزين هاي البيانات. طبعا حتما هذا يعني الخطوة اللي أخذتها أبل، هي في شركات سبقتها أيضا لهذا الموضوع. فيسبوك على سبيل المثال عنده نفس الميزة، ولكن أبل لا، دي واحدة بسبب هو في فيسبوك انت ممكن تورث الحساب. انا معرفش اصلي، انا مش ما عنديش فيسبوك. يعني فيسبوك بيعطي امكانية انه انت تحدد اشخاص معينين، في حال بعد الوفاة هم يقرروا إذا يتركوا الصفحة مفتوحة أو يغلقوها على سبيل المثال. صح يمكن المثال مش قريب، ولكن فكرة أنه مساحة رقمية ما يتم توريثها لشخص آخر بعد الوفاة، هي الفكرة موجودة. ولكن اللي عملته أبل فعليا هي نوعا ما قوننت هذا المطالب موجودة. يعني في مطالب موجودة انه نلاقي طريقة نسمح فيها الوصول لبيانات اشخاص معينين لكوننا الورثة لهم. فأبل اخذت اول الخطوات الجدية اللي انا متوقع رح تسبقها شركات اخرى مثل جوجل ومايكروسوفت وغيرها. طيب يعني هيكون النظام ايه؟ ان في السيتنجز احط مثلا اسم مراتي، عيل من عيالي، واوصي بانه لما موت هو ده اللي ياخد الباسورد بالضبط، مثل الـ 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 الوصيه بالحاله التقليديه. انت بتحدد مين هم الورثه، وفي حال تمت الوفاه الـ 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 الوريث اللي اسمه موجود بالسيستم بتاع ابل حياخد شهاده الوفاه ويرسلها للشركه، وعلى هالاساس الشركه رح تمنحه الوصول للبيانات اللي تم تحديدها من الشخص. يعني أنا مثلا لما بدي أحدد هاي الأعدادات ممكن أطلب من أبل أنه تمنع وصول وريثي لرسائلي الخاصة على سبيل المثال، وتركز فقط على المحفظات. يعني ممكن أقول له ما يخش مثلا على النوتس بس ما يخشش على الفوتوز. طبعا بالضبط. فحيتم تحديد هذا الشيء بالسيستم، وبعد الوفاة الوريث لازم يرسل شهادة الوفاة للشركة، من جديد الشركة رح تعطي الوصول للبيانات.
طب هل هذا الأمر تم تفعيله بالفعل ولا لسه دي حاجة من مخططات المستقبل يعني؟ في عفوا أبل طرحت الفكرة بشهر 7 على ما أذكر، ولكن تم دفع هاي الجزئية بالتحديث اللي تم إرساله تم تحضيره مؤخرا اللي هو 15.02 على ما أعتقد، اللي هو أول امبارح ده الجديد ده. بالضبط بالضبط. فأي حدا عنده هذا الإصدار بإمكانه يفعل هاي الخاصية من النظام. أخش على السيتنج وأقول له أنا عايز أما أموت هو ده اللي يبقى يعني بالزبط. اللي مسؤول عن الموضوع ده الوريث. طيب الوريث الرقمي. تماما. طب هل ده حضرتك متوقع انه يبقى في الاندرويد ويعني اجهزه اخرى؟ طبعا استاذ، يعني الموضوع انه يوجد حاجه لهي الموضوع. اليوم انا مثلا محفظتي الخاصه بالكريبتو كرنسي تبعي موجوده على موبايلي، هي قيمتها مصاري، فانا بحاجه لانه يكون في طريقه للورثه تبعي يحصلوا يكون عندهم وصول على هي المحفظه بعد الوفاه. فانا متاكد الانظمه الاخرى راح تتبع المثال اللي قامت بتطبيقه قبل قريبا.